السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الإخبارية المسائية من قناة النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. البداية بالحدث وبالخبر الذي انفردنا به في قناة النهار منذ الصباح، واستقالة الأمين العام السابق للأفلان عمار سعيداني من على رأس الحزب العتيد، وتعيين جمال ولد عباس أمينا عاما جديدا للأفلان. أريد أن أقدم أمامكم استقالتي، وأرجو من هو مع عمار فليسكت. النظام الداخلي والقانون الأساسي يعطي الحق لأي عضو في الحزب أن يتقدم باستقالته، وبالتالي أقول أني أولاً أصر عن الاستقالة حتى لو كانت مرفوضة فهي مقبولة، وأرجو منكم ومن كل الذين يتبعون عمار سعداني الأمين العام أو يوافقون عليه، رجائي للمصلحة العامة للحزب وكذلك للبلاد. هذا الحزب لا يحتاج، أرجوك بناء، هذا الحزب لا يحتاج أي خدش. لقد كنت رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وتركت الكرسي والمجلس السياسي. هذا الحزب حزب ديمقراطي، يروح عمار يجي عمار ولا علام، حزب للمناضلين. أوصيكم بثلاث حاجات، ثم ثلاث حاجات. الجزائر أولا، الجزائر ثانيا، الجزائر ثالثا. إذن رجائي أن تسمعوا إلي وتنصتوا إلي وتتبعون نصيحتي، وحتى أكون وفيا معكم أقدم لكم أخي المجاهد عضو المكتب السياسي اللي كان رئيس اللجنة. كلكم فتوا على يديه وكلكم هو رئيس لجنة الانتخابات سي جمال ولد عباس، وأرجو أن توافقوا بإذن مني. ودائما كما انفردنا به على قناة النهار منذ الصباح، تم تعيين جمال ولد عباس أمينا عاما جديدا للحزب العتيد الأفلان. من هو جمال ولد عباس في هذه الورقة؟ والآن نستعرض عليكم مشاهدينا كرونولوجيا الأمناء العامين للحزب العتيد. Thank you.
ونبقى دائما مع الحدث، حيث غادر سعيداني الأمين العام السابق للأفلان الحزب بطريقة فجائية، والتي قال عنها جاءت لأسباب صحية. عرف بتسريحاته النارية خلال مشواره على رأس الحزب العتيد، إلى جانب تقلده العديد من المناصب السامية بالدولة. والتفاصيل مع محمد بومجو. عمار سعداني يغادر أخيرا قصر حيدرا لأسباب صحية، بعد أن تربع على عرش الحزب العتيد لأكثر من 3 سنوات. سعداني الأمين العام 11 للأفلان صنع أسلوبا وكاريزما خاصة به من خلال فتحه العديد من الجبهات، كان على رأسها تصريحات نارية استهدفت الفريق محمد مدين قائد جهاز الاستعلامات والأمن سابقا. هو المهماز وهو المنخاز وهو الحراز. سعداني كسر كل الطابوهات وفتح كل الملفات، وبجرأة غير معهودة لدى ساسة الجزائر هاجم الجميع إلا الرئيس والمؤسسة العسكرية. سعداني صاحب 66 سنة، ولد في 17 أفريل من سنة 1950 في تونس لعائلة جزائرية تنحدر من ولاية الوادي. تقلد العديد من المناصب السامية بالدولة، يعتبر من قدام الاتحاد العام للعمال الجزائريين. تم تعيينه سفيراً ورئيساً للمجلس الشعبي الوطني من سنة 2002 حتى سنة 2007، ثم مستشاراً إلى غاية تعيينه أميناً عاماً للأفلان في 29 أوت سنة 2013. عمار سعداني، والذي يعتبر السياسي الأول في الجزائر الذي أطلق تصريحات نارية على الرجل السابق بالمخابرات الجزائرية الجنرال توفيق في سنة 2014، تحدى خصومه بتصريحات يراها الكثير من المتابعين مثيرة للجدل. قدم استقالته بطريقة مفاجئة أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب العتيد في دورتها العادية الثالثة بتاريخ 22 أكتوبر 2016 بفندق الأوراس بالعاصمة لأسباب صحية. وللحديث عن الموضوع يلتحق بي عبر الهاتف الأستاذ رابح العروسي، أستاذ بكلية العلوم السياسية جامعة الجزائر 3. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. وكذلك يلتحق بنا الأستاذ يوسف بنيزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باتنا. مساءك سعيد أستاذ. مساء الخير، أهلا وسهلا. إذن البداية بالأستاذ رابح العروسي. عمار سعداني فاجأ الجميع اليوم بتقديمه الاستقالة من على رأس الحزب العتيد الأفلان لأسباب صحية. قراءتكم الأولية لاستقالة سعداني؟ شكرا. أعتقد أنه في البداية يجب أن ننوه أنه اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني جاء في دورة عادية، وبالتالي استئناف هذه الدورة فهي تأتي في إطار العادي وليس في إطار استثنائي، هذا من جهة. من جهة ثانية، الملاحظ أنه الإعلان المفاجئ باستقالة زعيم أو قائد حزب جبهة التحرير الوطني باستقالته أو تنحيه عن قيادة الأمانة العامة للحزب يندرج في إطار أعتقد ما يسمى بترتيبات متعلقة بالمرحلة القادمة وهي مرحلة الاستحقاقات السياسية. وأرى أنه تبين اليوم أنه تنحي أو ابتعاد أو تخلي السيد عمار سعداني على هذا المنصب والأمانة العامة حتى يترك المجال لجيل جديد، مثل ما جاء في البيان الذي قرأته مقرر لجنة المركزية اليوم، وهو الحديث عن التشبيب وإعطاء فرصة أكثر وأكثر لتولي قيادات أخرى. في المقابل أعتقد ترتيب البيت العتيد وهو ليس بالجديد، فلو نرجع إلى كرونولوجيا تولي الأمناء العامين لهذا الحزب، نفس الشيء كان دائما يأتي يسبقه حدث سياسي، وبالتالي لا غرابة في أنه اليوم ابتعاد عمار سعداني وترك المجال لقائد جديد يقود الحزب لاستحقاق قادم
يدخل في اطار ترتيب اجنده سياسه الحزب، وهذا امر لا غبار عليه. نعم، اتحول الى الاستاذ يوسف بنيزه. استاذ يوسف، هناك من يقول بان الاسباب الصحيه ربما لا نؤمن بها لانه هناك اشياء اخرى دفعت سعيداني لتقديم استقالته. سؤالي الاول، هل انتهت مهمة سعيداني على رأس الحزب العتيد في الجزائر؟ نعم، باختصار يمكن أن أقول بأنها نهاية مرحلة أو نهاية دور أو نهاية مهمة. سعيداني سيعود إلى الخطوط الخلفية لحزب جبهة التحرير الوطني في انتظار أن يتم استقدامه في مرحلة من المراحل القادمة. قصة الظروف الصحية هذه في الجزائر عادة تستخدم لإيجاد مخارج لتنحية مسؤولين أو شخصيات معينة. وفيما يخص سعداني، أعتقد أنها نهاية مرحلة متشنجة جدا في الخطاب السياسي في الجزائر. لم تشهد الجزائر مثلها من قبل. هذا الرجل ينحدر من أصول نقابية، له حدة كبيرة في الخطاب السياسي. أنا أعتقد أنه استخدم كصاعق لتفجير كثير من القنابل في الساحة السياسية، ومن طبيعة الصاعق أن تنتهي استخداماته مع مرور الوقت. إذن أنت ترجح هذه الفرضية، لأن هناك معلومات أستاذ يوسف بنيزة تقول بأن تصريحات عمار سعيداني الأخيرة تركت انطباعا سلبيا عند رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة. والله يجب التأكد من هذا الأمر. والآن الطريقة المفاجئة التي ذهب بها سعيداني، خاصة بعد النبرة القوية التي ألقى بها خطابه الأخير، تثير الكثير من التساؤلات. يعني هل تقول لي بأن سعيداني لم يستشر رئيس الجمهورية في اتخاذ قرار الاستقالة؟ لا أعتقد ذلك، فهو في كل خطاباته كان يتكلم باسم رئيس الجمهورية، وبالتأكيد يكون قد أخذ رأيه. الأمر ربما يتعلق بمرحلة جديدة وعهد جديد من التوازنات السلطوية في الجزائر، ربما استدعت ذهاب سعيداني واستقدام شخص آخر من أجل فتح آفاق جديدة لتفاهمات. قبل الحديث أستاذ يوسف بنيزة عن المرحلة القادمة، في هذه النقطة أطرح السؤال على الأستاذ رابح العروسي. سعيداني في كل مرة، في كل خرجاته، يصنع الحدث وكذلك يخلق جو من النقاش، وتصريحاته الأخيرة خلقت العديد من الخصومات مع أبناء الحزب العتيد. برأيك ألا يمكن ترجيح ربما هذه الأسباب وراء تقديم سعيداني لاستقالته على رأس الأمانة العامة للأفلان؟ لا، هو بطبيعة الحال أعتقد أنه المخرج الذي تفضل به الأستاذ يوسف، قضية أنه يستقيل بهذه الطريقة، المخرج هو في الحقيقة هو عبارة عن تراكم لمراحل معينة. فكما تفضلتم فإن الخرجات النارية والخطاب الناري والحديث في ملفات كانت في مرحلة معينة كطابوهات، فهو كسر هذه الطابوهات، وبالتالي حتى من خصومه داخل الحزب، ننسى انه داخل حزب العتيد هناك موالين وهناك غير موالين، هناك قياده تحسب على امناء عامين سابقين يتحدثون باسمهم، كان هناك حديث على امكانيه ان هناك حركه تصحيحيه اخرى، كان حديث على ان هناك ذهب الى مؤتمر استثنائي وجمع توقيعات لاطاحه ضد الرجل، لكن كلها عباره عن تراكمات أدت لهذه الصيغة النهائية. لكن أعتقد يبقى الشيء المهم جدا، وهو أنه لما الحزب أو مخرجات أو إخراج بهذه الصيغة يدل على أن هناك ترتيبات قادمة جديدة، وبالتالي حفاظا على وحدة الحزب، وخاصة أن المرحلة القادمة لا تستدعي نفس الخطاب الذي كان في السابق. ماذا قدم سعيداني للحزب العتيد أستاذ رابح العروسي؟ لا يمكن أن ننفي أنه أهم إنجاز قدمه الأمين العام السابق عمار سعيداني وهو الانتخابات الرئاسية 2014، فهو جند المراضي للحزب، قياداته، الحركة الجمعوية التي كانت قدمت الولاء وقدمت الدعم للمترشح آنذاك الرئيس الجمهورية، فهو بهذا الشأن يعني قدم جهد كبير من أجل أن ينجح الموعد الرئاسي 2014. في المقابل لا ننسى أيضا
مؤخرا فتجد النسبه لمجلس الامه كل استحقاقات، ناهيك على الدور التنظيمي الذي اعتقد انه حتى على مستوى القيادات التنظيميه ان هناك عمل تم القيام به على سمى المحافظات والمكاتب وعلى مستوى المنتخبين. كل هذا اعتقد اي امين عام واي مسؤول حزب يقوم به في اطار مهمته التنظيميه. في المقابل لا ننسى كما قلت انه كان يصنع الحدث في كل مناسبه، انه كان رقم واحد في مستوى الخطاب السياسي. نعم استاذ يوسف بن يزا، الكثير يقول بأن سعيد داني كسر الطابوهات كثيرة من خلال خطاباته السياسية. سؤالي هو هل يعني قدم الكثير سعيد داني للحزب العتيد من وجهة نظر خطاباته السياسية المثيرة للجدل واللغة الجديدة التي كان يخاطب بها الرأي العام؟ هذه قضية جدلية. سعيد داني قدم الكثير للأفران، لا نقاش في ذلك، فهي القوة السياسية الأولى في البلاد وتحتل مكانها ضمن النقاش السياسي وغير ذلك، ولكنه أساء أيضا إلى الحزب بكثير من بعض الممارسات، لا سيما حدة الخطاب وتشخيصه لكثير من الإشكالات. حزب الأفلام معروف بثقله التاريخي والوطني وترأسه من طرف شخصية منفعلة ومتشنجة قد يسيء إلى نهجها. أعتقد أنه ما حدث في الأفلان اليوم هي مؤامرة علمية ولكن من نوع خاص، داخلية محلية داخل الأفلان. أرشح أن يخلف الشخصية الوطنية تحظى بإجماع كل الفرقاء داخل الحزب العتيد من أجل خوض المراحل القادمة. هذا سيناريو لإعادة أو لجعل الأفلان يستمر في الريادة ولكن بشخوص وميكانيزمات مختلفة، بالتأكيد مواجهة الشارع وطلب أصواته في المناسبات القادمة من طرف الحزب العتيد. بالحديث أستاذ يوسف بن يزة، بالحديث عن الانتخابات التشريعية القادمة، هناك من يقول بأن الأفلان يحتاج إلى استقرار أكثر، خاصة بعد الخرجات القوية لعمار سعيد داني. أو سؤال يعني بطريقة أخرى، أين هو مكان الحزب العتيد أمام الأحزاب السياسية الأخرى أشهر قبل الانتخابات التشريعية؟ الأمر يتعلق بتوجهات المنظومة السلطوية ككل. حزب الأفلان كان ولا يزال الحزب الذي يضمن التوازن داخل المجتمع وداخل المجتمع السياسي بصفة خاصة. أرشح أن تبقى هذه المكانة بالنظر إلى انعدام البدائل. من سيخلف الأفلان الآن في قيادة الساحة السياسية؟ أعتقد باقي التيارات ليست مؤهلة ولن تستطيع. حجم حزب الأفلان كبير جدا وله تأثير قوي ومتغلغل في كل مناطق البلاد ويحفظ توازنات مختلفة، وبالتالي القيادة الجديدة ستعمل من وفق هذا المنظور لاستمرارية الحزب في قيادة المشهد السياسي، ولكن بأساليب مختلفة بالنظر إلى ممكن الخسائر التي لحقت بالحزب جراء السياسة الحادة التي قاده بها سعيد داني وحتى الذي قبله، يعني انحدار مستوى الخطاب السياسي. نعم. والممارسة داخل الحزب والإشكالات الكثيرة التي عاشها. نعم. طيب. الحزب ممكن طيب. تتغير في المستقبل. نعم. طيب أستاذ رابح العروسي، مرحلة جد هامة تواجه الحزب العتيد الأفلان باستقالة الآن عمار سعيد داني وتعيين جمال ولد عباس كأمين عام جديد للأفلان، وربما ما هي أجندة جمال ولد عباس وكذلك قراءتكم لتعيين جمال ولد عباس في هذا المنصب؟ شكرا. أعتقد أنه وجود أو تولي شخصية من حجم الدكتور جمال ولد عباس، أولا شخصية جمال ولد عباس شخصية لها ثقلها ولها مكانتها وهو داخل حزب الاتحاد الوطني، هذا من جهة. من جهة ثانية الرجل ابن النظام يعني، ويعرف كل خبايا الكبيرة والصغيرة لمنظومة الحكم في الجزائر. في المقابل لا ننسى أن شخصية العباس كشخصية أولا مما يتمثل أنها رزينة لا تحمل نفس الخطاب مثل ما تفضل يوسف خطاب تشنجي لشخصية عمار سعيد داني. فالدكتور جمال العباس في خطابه حكمة ورزانة، وبالتالي أعتقد المرحلة القادمة
تتطلب خطابا يكون من شخصية رجل هادئ وعظيم مثل شخصية ابن عباس، ولسيما أنه المرحلة القادمة هي مرحلة هامة جدا جدا لأنها مرتبطة باستحقاقات لما بعد 2017. بالتالي حزب التحرير الوطني في حاجة إلى شخصية هادئة تلم وتلم بكل خيوط العملية السياسية، وسيما أنها تكون محفزة. إذا رابح أنت مع الأشخاص الذين يقولون أن الحزب يحتاج إلى استقرار وهدوء في هذه المرحلة؟ لا لا، من حيث الخطاب مقارنة نعم بالخطاب السابق الذي شهدناه مع في مرحلة عمار صادري، لأنه اليوم لا ننسي أنه الخطاب الذي ناري أحيانا لرجل عمار صادري سابقا كان يثير النقاش، يثير أحيانا النرفزة، والخطاب الناري إلى رد الفعل والفعل ورد الفعل. لكن أنا أعتقد المرحلة القادمة تحتاج إلى خطاب وجيه، خطاب هادئ، وخطاب موجه بدرجة أولى لكيفية الالتفاف حول الحزب. نعم. لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى شخصية قادرة على إلمام بوحدة الحزب على مرحلة الانتخابات القادمة. أستاذ يوسف بن يزا، هل يستطيع جمال ولد عباس تسيير المرحلة القادمة للحزب العتيد، وهي مرحلة توصف بالهامة أشهر فقط قبل الانتخابات التشريعية؟ هي مرحلة انتقالية سينجح فيها إذا استطاع أن يجمع كل الفرقاء وأن يعيد الخارجين عن إرادة القيادة السابقة إلى صفوف الحزب وإعادة هيكلته وتنظيمه من أجل خوض تلك الاستحقاقات القادمة. شخصية الدكتور ولد عباس أعتقد كما ذكر الأستاذ رابح يعني ثقيلة نوعا ما ومتوازنة، ولديها تجربة كبيرة في النضال، وبالتالي يمكنه استيعاب القيادات التي تمردت على سعيداني وإدارة هذه المرحلة الانتقالية إلى غاية موعد تعيين أمين عام جديد للأفلام. سيفشل في هذه الحالة، وقد يفشل إذا لم يستطع التغلب على التيارات المتصارعة من أجل الأمانة العامة في المستقبل. ولذلك أعتقد أن حزب الأفلام الآن يتواجد في مفترق طرق، هو داخل على مرحلة جديدة نعم صحيح، ولكن هذه المرحلة ستكون بلون من يستطيع فرض نفسه داخل اللجنة المركزية وانتخاب الأفلام. الجمع بين الأضداد المختلفة ستكون مهمة صعبة وصعبة. نعم. جدا بالنسبة للشيخ الدكتور ولد عباس. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف بن يزا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باتنا. الشكر كذلك للأستاذ رابح العروسي، أستاذ بكلية العلوم السياسية جامعة الجزائر 3، كنتما ضيفي في 90 دقيقة أخبار. في الوقت الذي يرى فيه العامل